هدف أي جمعية تشكلت هو خدمة المواطن، هو تحسين يومياته وأيضا مؤسسات الدولة. أزمة مهمة لمؤسسات الدولة مهما كان مستواها محلي أو كان وطني، هي تحسين إطار المعيشة للمواطن. يعني إذا كان فيه عمل بالتوازن، إذا كان فيه عمل جنبا إلى جنب، فإن الهدف واحد، حكومة أنها تقدم كل التسهيلات وأنها ترافق وأنها تساعد وتدعم المجتمع المدني باش ينظم نفسه بنفسه. لو نصلوا إلى هذا التنظيم وهذا التأطير وهذه المرافقة وهذا التأهيل للمجتمع المدني، أكيد في أقرب وقت راح نصلوا إلى هذه الديمقراطية التشاركية.